القرآن، ثم بعد ذلك يسألون الله تبارك وتعالى ببركة ختم القرآن. فختم القرآن فيه بركة، لذلك أوصي نفسي وإخواني حتى في نفسك أيها المسلم، إذا يسر الله تبارك وتعالى لك قراءة ختمه ثم بعد ذلك أردت أن تختمها فحاول أن تختمها أنت حتى على مستوى عيالك، حتى على مستوى عيالك بسورة الإخلاص مثلا، قل هو الله أحد ثلاث الفلق الناس، ثم بعد ذلك تسألون الله تبارك وتعالى الدعاء عقب هذه الختمة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون الله يعني دائما وأبدا يسألون الله تبارك وتعالى عقب هذه الختمة. فنحن إن شاء الله على هذه العادة المباركة نقرأ تلاوة أو نسلب هذا الختم المبارك الذي هو في مصالحنا، الذي هو في مصالحنا. هذا فضل قراءة القرآن، ضرب الأصابع. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان سيدنا عبد الله بن مسعود إذا أراد أن يختم القرآن يجمع عياله، ثم بعد ذلك يسأل الله تبارك وتعالى من خلال هذه الختمة. فهذا شيء وارد مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعد هذا الأمر عبثا. فنحن إن شاء الله نقرأ هذا الدعاء بنية البركة إن شاء الله، وبنية رفع البلاء ورفع الوباء، وعلى الله تبارك وتعالى القول. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك.